نتكلم عن طريق تشغيل السكونسرات أو الإيقاعات والكاريوكي اللايف بياماها 3000. الطريقة بعد ما تنسخ ملفاتك على اليو اس بي، بتروح على يمين الشاشة في عندك يو اس بي اوديو بلاير، نضغط عليها تطلع لنا الشاشة هاي، بنروح على فايل حرف اتش، ومنشوف وين موجود عندنا الملف. مثلا انا مسميه عندي mp3، طبعا بكون صيغته mp3. بفوت انا عندي مثلا اغاني هاي، بختار اي واحد من هاي الملفات فرضا بس اسمع مني. طبعا هاي ملفات بتيجي لايف، بعد ما اختارها بعمل اكزيت وبنزل على الشاشة تحت بختار بلاي. عندي هون ستوب، عندي هون تشغيلها. طبعا في عندي ميزة اني بامكاني اني اسرعها، اعلي الفوليوم تاعه او اسرع التيمبو او ابطئه زي ما بدي. في حالة حبيت اختار ملف تاني، بطلع مرة تاني على فايل، بروح ومن فايل مثلا باخد بعيد عنك على سبيل المثال، اخترتها وبعمل اكزيت وبضغط. طبعا بامكانك انك تعزف انت مع الاغنية كسكونسر جاهز. وطبعا في عندك انت امور تانية، ممكن ايقاع، ان نختار مثلا ايقاعات. مثلا عندي كمان اغاني تانية، مثلا بروح بعد ما اختار لايكي لايكي، عملت اكزيت، يا ريتك لو تيجي يا عمي وعد. طبعا هاي اغاني كلها سكونسرات لايف، شغل استديو. يعطيكم العافيه. اذا القصه بتروح على يو اس بي من ميديا بلاير، وبعد ما تطلع لك هاي الشاشه بتروح على الفايل، وبتروح وين مخزن انت ملفاتك على اليو اس بي، وبتشغلها. مجرد ما انك تضغط تختار الاغنيه اللي بدك اياها، تعمل اكزيت وبتشغل هون من لايف. طبعا موجود عندك في المجموعة أغاني دبكات طربي، إيقاعات لايف، تشتغل فيها زي ما بدك. إذا ما بدك تشتغل فيها إيقاعات من نفس الأورج. يعطيكم العافية.